رمضان كريم من هون من هي الأجواء الحلوة الأجواء الرمضانية. جيناكم بحلقة جديدة من برنامج اربح معنا. هي الحلقة برعاية شركة هاي، الشركة مختصة بصناعة وتجارة القهوة والكابتشينو ومشتقاتها وخاصة ضيافة العيد. جاهز؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا أهلا أخي، حياك الله. قبل ما أسألك بتقول لي إيش بدك تسألني؟ طيب إذا بدي أسألك قبل التصوير، ما ظل الله أهمية. هاي جمع، أنا مويد نعسان من قلعة المضيق، مخبري أسنان فاتح بكفر لوتين. يا زلمة مخبري أسنان وعم تقول لي إيش بدك تسألني لك؟ والله على راسي يا أخي. إيش دراستك؟ أنا دارس تعويضات سنية في محافظة حماة. ما شاء الله. امرأة عقيم، تمام؟ قال فهل يعني هل تكون ابنتها عقيم مثلها؟ لا، ما شرط. ايه ما بتجيب اولاد؟ ما بتجيب اولاد؟ صحت عليك. ايه ما بتجيب اولاد؟ 1-0 لنا، ايش رايك؟ 1-0 لنا الي انا. ايوه راحت. انا اللي خليت. ايوه. طيب يا شباب على كيف الجمهور، بنعطيه هديه؟ ما جاوبت جواب، انا كفيت جوابي. كفيت هاي الكل. طيب هدي، بنعطيه هديه. اعطونا جائزه. يلا انت بعده. اذا مقدمه من شركه هاي، بدي منك كلمه اخيره. شكرا لكم والله يعطيكم الف عافيه. الجمهور حجي نعم، تحيه للجمهور. لك تحيه للجمهور وتحيه لكل الشباب. احمد الحسين، حياك الله. من وين اخ احمد؟ انا من كفر ناصح جنب العترب. الله يسلمك. اخونا ابو ثابت بطل شيخ الشباب. والله بنوجه له تحيه من هون لاخونا ابو ثابت. تحيه لاخونا ابو ثابت. الله يحييك. فمعناته قبل السؤال بدنا نعطيه هي يعني حمله تذوق، فينا نعتبرها هديه اذا بتتقبلها مننا ومن ابو ثابت شركه هاي. الله يكرمك الهي. الله يبارك. بنبلش سؤال وجواب. تفضل. طيب السؤال بيقول من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين؟ المغضوب عليهم والضالين في سورة الفاتحة. نعم. قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من هم المغضوب عليهم؟ هو أنا بدك تسألني إذا في خيارات ولا هيك؟ لا يعني المغضوب عليهم أكيد إنه يعني المانع من الإسلام اليهود. تماما. ملة الإسلام الكافرين. أيوة الكافرين. مين من الضابط، اليهود ولا النصارى المغضوب عليهم؟ لا اليهود. اليهود تماما. أما الضالين؟ الضالين اللي ضلوا على الطريق، اللي ما تبع ولا اليهود. النصارى اللي ما النصارى اللي... تماما. الله يبارك فيك. اكيد هو السؤال بيقول من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. كلمه اخيره منك لشركه هاي. نحن نشكر اخونا ابو ثابت بطل، والله يرزقه الهي. بيستاهل كل خير والله. منتجاته في القمة يعني على طول. نحن مجربينها يعني قبل، ما بدها دعاية، لحالة دعاية. ما شاء الله فعلا، لحالة دعاية. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب. ليطة المنطقة هونيك حكي لبناني كأني. على حدود. على حدود. حدود لبنان. انت قلمون شرقي ولا غربي؟ غربي. بس شوي شباب اذا في مجال، بس شوي. منبلش سؤال وجواب. تفضل. منبلش سؤال وجواب. ماشي. عم يقول لك السؤال بيقول ما هو الشيء، تمام، الذي يرى كل الناس، تمام، بدون عيون؟ كاميرا. والله غير الكاميرا. حلوة والله، إجابة صح. الكاميرا. الكاميرا إلى عين. الكاميرا إلى عين. ايوه. طيب ما في خيارات هنا، بس في مساعدة الجمهور. عيدوا بعيدوا تكرم عينك. ما هو الشيء الذي يرى كل الناس بدون عيون؟ المراية. لك والله على راسي. يسلم روحك. عيدة. تاج عز المراية. لك طالع شوف لك نتن لبنانية يا زلمة. إيه والله حكيك صعب شوي. هي هاك. بس فعلا. حلو. حلو حكيك. أيوة. ماي تتعلق. لك والله تحية من هون لعندك. كعروسة. الله يبارك فيك. عطونا هدية. لك عروسة. الله يجزيك خير. أنت قلت لي أول شيء اسألني إلي. معناته شفت هيك نمط الأسئلة جيد. عجبك نمط الأسئلة. أنا منجي. منجرب. تفضل. مو هيك خلينا نخبطها العجينه في الحيط. تفضل. طيب السؤال بيقول شيء كلما زاد نقص. كلما زاد نقص. ايوه. كلما زاد نقص. بس شيء السؤال شيء كلما زاد نقص. مصاري. ايوه. نار. طيارة. ايوه. نار. كلما زادت تنقص. نار. كلما زادت بتكبر يا زلمه. كل ما زاد كل قص. عم خربطوك. عمر. أيوة. عمر. ما حدا نقلك ما من برا. عمر. ما حدا نقلك من الشباب. كل ما زاد. بس 10 يمكن مو هيك. ما ح... أيوة. كل الشباب عم يقولوا لك العمر. لا خي تكرم عينك. عطوه هدية. بدي منك كلمة أخيرة لشركة هاي. كلمة أخيرة.
على راس الشباب. ايش بتقول لشركه هواي؟ الله يبارك فيكم ويطول عمركم ويعطيكم العافيه. الله يحفظك يا رب. الله يبارك فيك. بدك تعطيني اسماء سوره او اسم سوره وحده، تمام، سميت باسم فرض او وقت من اوقات الصلاه. كم وقت عنا؟ كم وقت للصلاة؟ خمسة. صح، إيه خمسة. بس يا شباب ما فيها هون، ما بيصير يا شباب، ما بيصير حدا يجا. أيوة، عطيني اسم سورة في القرآن الكريم، تمام؟ لا لا، شوف ركز معي، اسم سورة سميت على اسم فرض. سورة على اسم فرض. اسم سورة في القرآن الكريم، تمام؟ اسمه نفس اسم فرض صلاة علينا. الفجر. الفجر غيره كمان. في ظلت سورة واحدة. الشاطر يحفظها. لا، سورة الفجر يا جماعة، يا جماعة. بس شوي. سورة الفجر يعني القصد انه في فرض اسمه الفجر وفي سورة اسمها الفجر. ظل سورة واحدة ايضا على اسم فرض. ما حدا عم ينقلهم برا. ضحى. ايوه. ضحى. لا لا. الضحى مو فرض. اوقات من اوقات الصلاة ولا فرض. العصر. العصر ما حدا نقلها. لا، الصدر ما حدا نقلها. أيوة. لك الفجر نقلوك اياها. اذا العصر، بس العصر من عندي انا. ونحن خيو هلق العشاء، اعطيه جائزته، بيستلم العشاء. الله يسلمك يا رب. طن حديد. ايه. تمام. وطن ورق. ايوه. ايه هو اتقان نفس الشيء، نفس ال بس شوي يعني بده شويه تركيز. طون حديد، طون قش. ايوه ركز مضبوط. طون حديد، حديد، طون حديد وطون ورق. خلينا خلاك ماشي. ايه اتقل بيجي؟ متعدلات، تنتين متعدلات في بعض يعني نفس الشيء. انت قلت بس ليش متعدلات؟ ايش السبب؟ لان طون الحديد. خلاك ما شاء الله. البنوته ايش اسمها؟ اسمها جنات. 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 ايه. جمع جنة يعني. ايه. الله يحفظها. الله يسلمك. ماشي. لا تاخذ المايك. ايه. صورنا جنات. تطلعي معنا سؤال وجواب يا جنات. تطلع معنا. طيب اعطونا جائزة، اعطونا جائزة لاخونا. بس خلي جنات تفك لنا المايك. جنات متمسكة بالمايك يا جماعة. بدي منك كلمة أخيرة، كلمة أخيرة لشركة هاي. الله يجزيهم الخير ويبارك فيهم يا رب. أيوة. والله يقويهم. طبعا الاكتشافات يعني على سطح الكرة الأرضية، قالت أعلى قمة هي قمة إيفيريست. أعلى قمة جبلية هي قمة إيفيريست. إيش اسمها؟ ما طلعت ثاني. إنفينيكس. إنفينيكس؟ إيه ما صار، ما أنت طلعت ثاني. إيه المهم. آيفون. أيوة. قمة آيفون. أيوة المهم. قمة إيفيريست هي أعلى قمة اليوم على سطح الأرض. طيب قبل ما يكتشفوها، ايش اعلى قمه كانت؟ اعلى قمه بالبر. لا لا لا، جبل قاسيون. لا لا لا، قمه قبل ما يكتشفوها. جبل قبلي مسرمدا. لك سهله سهله، بس بدها شويه تركيز. جبل القبرين. ما طيب قبل ما يكتشفوها، ان شاء الله اكتشفوها ولا ما اكتشفوها؟ هي اعلى قمه. هي يعني اذا اكتشفوها ولا ما اكتشفوها، هي نفسها اعلى قمه. اعلى قمه. ايوه هي نفسها اعلى قمه. طيب ايوه ايش كان اسمها؟ سيدا. انفينكس. 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 ايوه انفينكس. نوت 9. نوت 9. طيب انت ربحت معنا جائزه، ولكن في عنا سؤال ثاني لك. استلم. يلا معلش. هدي. لا هدي هدي. شوف تفضل. بده كمان شويه تركيز وخلي الجمهور يساعدك. صعب هذا. صعب هذا. صعب. قال حيوان خلق من الشيطان او من النار. من النار. هو الجمل. الله والله قويه. لكن قل لي انت منين سالتني بالجغرافيا انت؟ يا عبد الله هي انفينكس. هي انفينكس. والله صعبه يا اخي. والله صعبه. لا ايش عبد الله انفينكس. قمه ايفيرست. ايوه ابدا قمه انفينكس. يا خيو والله بيستحق الجائزه يا خيو. استلم جائزتك وبدي منك كلمه اخيره لشركه هاي. آية الرزق إن شاء الله، ومشكرون على هالبرنامج وعلى هالتقديم. وآية الرزق إن شاء الله بجاه النبي طبعاً. شكراً لك على الله التقديم. يبارك فيك يا رب. نحن منذكر أنه هي الحلقة برعاية شركة هاي، تمام؟ هي الشركة مختصة بالقهوة والكابتشينو وكل ضيافة أو مستلزمات ضيافة العيد.